هاي طلاب وصلنا وياكم اليوم لدرس الايون والجزيء. بالدرس السابق قدرنا نعرف شنو الالكترون ومدار الالكترون ومين تتكون الذره اليوم ويانا يعني الايون والجزيئ شنو ايون شنو جزيئي نجي هنا وحده وحده الايون الايون هو ذره او مجموعه من الذرات فقدت او اكتسبت الكترون واحد او اكثر ذره او مجموعه من الذرات فقدت او اكتسبت الكترون واحد فقط من فقدت او اكتسبت الكترون واحد، هنا راح يصير عندي نوعين من الايونات. ايون موجب وايون سالب. شنو ايون موجب؟ الايون الموجب هو ذرة او مجموعة من الذرات مرتبطة ذات شحنة موجبة، تتكون نتيجة فقدانها الكترون واحد أو أكثر. ركز على الكلام بالاسود، باللون الأسود. الايون السالب. هو ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة ذات شحنة سالبة تتكون نتيجة اكتسابها الكترون واحد أو أكثر. شنو أستاذ؟ ما فهمت. شو دا تحكي أنت؟ أوكي. الذرة بشكل عام هي ذرة متعادلة. يعني عدد البروتونات عفوا نجي هنا على اوضح عدد البروتونات يساوي عدد البروتون عدد الالكترونات هاي وين بالذره المتعادله المتعادله يعني الموجب شحنات الموجبه تساوي الشحنات السالبة هاي عندنا ذره متعادله اجي اني هاي الذره المتعادله اخذ منها الكترون او هي تنطي الكترون ايش راح يصير؟ راح يصير هان الالكترون شحنة سالبه اذا راح يصير عدد البروتونات الموجبه اكبر من عدد الالكترونات اذا صارت هنا أنا عندي ايون موجب ليش؟ يعني فقدت الكترون يعني فقد الشحنه سالبه صار عندي الشحنات الموجبه اكثر من الشحنات السالبه. الايون السالب هو ذره او مجموعه من الذرات ذا شحنة سالبة تتكون نتيجة اكتسابها الكترون واحد او اكثر يعني عندي ذرة متعادلة خوش حكي عدد البوتونات يساوي عدد الالكترونات هنا بهيج حالة للايون السالب راح يصير عندي هي اكتسبت الكترون راح يصير عندي السالب شحنات السالبة اكبر من الشحنات الموجبة يجيني بعد طالب يقول استاذ هم ما فهمت الايون الموجب هو مثل الشخص اللي يحب على الأقل من انطاها صدقه انطى أنت صدقه الكترون واحد خوش حكي فهنا موجب ليش هو لان هو فرح من انطى الكترون فصار بي اذا ايون موجب اذا اللي ينطي هو بي ايجابيه موجب الايون السالب هذا طماع الايون السالب يكتسب يكتسب ضايج بسلبيه مو طبيعيه فلذلك الايون السالب هو اللي يكتسب الكترون زين شلون يصير الفقدان والاكتساب الإلكترون طلاب الفقدان والاكتساب كله يصير بال بالمدار الخارجي الفقدان والاكتساب كله يصير بالمدار الخارجي يعني شنو اللي صار بالمدار الخارجي والمدارات الباقية يعني تعال شوف لي ركز على الملاحظة يحصل الفقدان أو اكتساب الإلكترون في المدار الخارجي فقط يعني أنت عندك ذرة مثلا هاي بروتون ونيترون بيها مدار أول مدار ثاني مدار ثالث الفقدان والاكتساب يصير بهذا المدار الأخير، دائماً عندك بس مدارين؟ هذا واحد، هذا اثنين؟ يصير بالمدار الثاني. عندك مدار واحد؟ يصير بالمدار الأول. دائماً الفقدان والاكتساب يصير بالمدار الخارجي. عندنا ملاحظة ثانية شو تقول؟ تقول شرط فقدان الإلكترونات. ثواني وجايكم الحق وراكم. روحوا لي, لي هناك. تعالوا هنا. شرط فقدان الالكترون والتحول هذا شرط الايون الموجب الى ايون موجب هو ان يحتوي المدار الخارجي على نصف عدد الالكترونات التي تمتلئ بها مثل عنصر الصوديوم عن اي شنو استاذ ما فهمت؟ والعباس ما فهمت؟ جايك وحده وحده انطيني المجال. شرط الاكتساب الالكترون هو شنو؟ ان يحتوي المدار الخارجي على اكثر من نصف عدد الالكترونات التي يمتلئ بها مثل عنصر الفلور من وحده واحده واحده. عندي عنصر الصوديوم. قلنا شو نرسم؟ ان اي ها العدد الذري جوه العدد الكتلي الاكبر وين يصير؟ فوق. انا هسه الشغلة كله بالعدد الذري. حاليا شغله بالعدد الذري. عدد الذري 11. يعني عدد الالكترون بروتونات 11 يعني البروتونات تساوي الالكترونات عدد الالكترونات 11. اذا ارسم. النواه بروتونات بها ونيوترونات اجي ارسم المدار الاول. واحد اثنين ارسم المدار الثاني، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، خوش حكي؟ بعد احتاج واحد أنا، ارسم مدار ثالث صار عندي الكترون هنا 11 تمام طلب 11 إذا أنا عندي مدار خارجي. إلكترون واحد شنو الملاحظه تقول ان يحتوي المدار الخارجي على نصف عدد الالكترونات التي يمتلئ بها هذا الالكترون قلنا الالكترون الخارجي من الثاني فما فوق يمتلئ يمتلئ بثمانيه الكترون نص الثمانيه ايش قد اربعه هذا عندي هنا بس واحد اقل من الاربعه اذا هنا شو راح يسوي هاي الذره هاي راح تنطي الالكترون راح تفقد الالكترون، فراح تتحول من ذرة متعادلة الشحنة إلى ايون موجب. نسميه ايون موجب. نجي للفلور. الفلور, الفلور جذب إيش عدد الذرة تسعة؟ أرسم النواة، بروتونات، نيوترونات. بالسر أبدي. المدار الأول أملي يلا عبر. واحد، اثنين، أبدا المدار الثاني. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. 8 9 مدار ايش قد ملي ب 8 8 الكترونات جت عندي انا هنا 1 2 3 4 5 6 7 شرط ما تشي يقول ان يحتوي المدار الخارجي على اكثر من نصف عدد الالكترونات الموجوده بالمدار الخارجي نصف 8 ايش قد 4 اكثر من 4 عندي انا 7 هنا اكثر من 4 اذا شو هسه هاي الذره راح تكتسب الالكترون على مود يملي هذا المجال اللي هنا الفارغ فش راح تصير هاي؟ راح تتحول من ذرة متعادلة الشحنة إلى ايون سالب. واضح إن شاء الله طلاب؟ أعيد يحصل فقدان واكتساب الالكترون في المدار الخارجي فقط بس في المدار الخارجي. شرط فقدان الالكترون ويتحول إلى ايون موجب، فقدان يعني موجب، يعني أنت تنطي، أنت فرحان، أنت تتصلقة. هو أن يحتوي المدار الخارجي على نصف عدد الإلكترونات التي يمتلئ بها مثل عنصر الصوديوم هذا بإلكترون نصف نصف نص الأربعة نص الأربعة يعني عفوا نص الثمانية أربعة أجي هنا شرط الشرط الاكتساب ويعني يعني تحول للأيون السالب هو أن يحتوي المدار الخارجي على أكثر من نصف عدد الإلكترون يعني أكثر من أربعة جاي عندي هنا بالفلور عندي سبعة عندي سبعة نجي الموضوع الوراء إن شاء الله واضح هذا الطلاب هسه نجي الموضوع عدد التأكسد هذا عدد التأكسد راح تقرون تعريف راح تدوخون وتقولون صعب وأنا راح أسهل لكم إياه عدد التأكسد هو عدد موجب أو سالب هاي خلصنا من عدد موجب أو سالب يشير إلى عدد نوع, نوع الشحنات التي تحملها الذرة شنو يعني أستاذ ما فهميت طيب مجال عندك مجموعة من العناصر راح أفهمك عليها أو اول واحد اللي هو الهيدروجين الهيدروجين بيشقد عدد الذري واحد يعني إلكترون واحد بالكترون واحد واضح هذا الوحيد وحيده ايش عنده بقى وحيدة؟ ايش راح تسوي الهيدروجين راح ينطي الالكترون مالته يشترك وياه ويا عنصر ثاني فهو من صار موجب اذا عدد التاكسد مالته موجب واحد لان الكترون واحد واضح؟ الأنصح هذا انطى إلكترون واحد صار موجب واحد، آخذ غير مثال، آخذ الأكسجين إيش قد عدده ذره؟ ثمانية. باولي هاي النواة؟ هنا شنو عندي؟ واحد، اثنين، إيش عندي بعد؟ أحسن، أحتاج ستة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يعني صار عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إيش قد المدار الخارجية؟ يجي كم الكترون بي 1 2 3 4 5 6 اكثر من نصف عدد الالكترونات مال المدار الخارجي يعني شنو هذا يعني راح اكتسب شرط الاكتساب هو ان المدار الخارجي يحتوي على اكثر من نصف عدد الالكترونات يعني عندي عندي 6 هنا اكثر من 4 اذا هذا شو يريد يريد الكترونات 2 يكتسب الكترونات 2 من غير انصر إذا شنو هذا؟ هذا راح ياخذ راح ياخذ شحنة سالبة راح تزداد شحنة سالبة مالته، ما يريد بعد أكثر، بسلبية صار سالب اثنين. موجود عندكم بالجدول سالب اثنين، آخذ غير عنصر اللي هو الصوديوم. إيش قد الصوديوم؟ 11 عدد الذري. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خوش تسعة عشرة أحتاج بعد واحد أرسم مدار ثالث هذا 11 صادم ايش فيه؟ بيه الكترون واحد شو يسوي بيه مخلي عنده؟ غير زوجه مخلي عنده بالبيت ايش عنده؟ زوجه بعد واحد ثاني اذا هذا انطى واحد صار موجب واحد واضح طلاب صار موجب واحد هسه شو بدك كان تسوي الكلور العفو الكربون لا لا هسه شو اريدك تسوي؟ هذا العنصر وهذا العنصر ارسم لي اياهن هسه بالورقه اللي عندك وشوف إن عدد تاكسد مالته موجب لو سالب وش قد واحد لو اثنين لو اكثر تمام طلاب؟ هتقولي ما فهمت اعيد لك اياه تدلل عندك الهيدروجين عدد التاكسد مالته موجب واحد زين استاذ شلون عرفت؟ حبيبي هذا ارسم انا اعرف عدد الذري واحد اذا عنده الكترون واحد هذا الالكترون شو راح يسوي؟ هو ما يبقى مفرد راح ينطيه من أنطى؟ صار موجب واحد، يعني اللي ينطي يفرح يصير موجب واحد. نجي الاوكسجين بي عدد مد... الذرة ثمانية، ارسم واحد اثنين، بعد مدار احتاج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، بقى عندي اثنين فارغات، شو راح يسوي الاوكسجين؟ راح يكتسب إلكترونين على مود يملى المدار الخارجي مالته فصار سالب اثنين. ليش يعني اخذ طمع بعد فصار سالب طماع سالب كذلك بقى عندي ذن عنصرين سهلات وسووها يمكم ولا تغلس على مودك مو على مودي خلصنا وياكم موضوع الايون عرفنا الايون عرفنا انه هو موجب وسالب لان يعني واحد يفقد واحد يكتسب عرفنا الشروط مالتين وعرفنا عدد التكسب نجي لموضوعنا الثاني هو الجزيء، شنو الجزيء؟ انتبه لي، هو أصغر وحدة بالمادة، أصغر وحدة بالمادة، توجد بحالة منفردة، وتحتفظ بخواصها الكهربائية، ويتكون من ارتباط ذرة أو أكثر برابطة كيميائية وبنسب معينة، نرجع لمثال مال العوائل، أنه العشيرة تتكون من عائلة، من عوائل، والعائلة تتكون من أفراد، الأفراد هم الذرات، والعائلة هما الجزيء العائله هم الجزئي، يعني الاب والام تزوجوا صاروا عائله هنا صاروا جزئي، يعني ذرتين صاروا جزيء عندنا نوع من الجزيئات جزيء العنصر وجزيء المركب جزيء العنصر شنو جزائي المركب شنو جزيء العنصر يتكون من ارتباط نوع واحد من ذرات العناصر نوع واحد يعني زواج القرايب. يعني زواج القرايب، يعني شنو استاذ؟ يعني عندك هنا نيتروجين نايتروجين اندمجوا صاروا انتو. واضح؟ ملاحظة، من تشوف عدد هنا هذا مو معناته آه. العدد الذري، ها؟ العدد الذري دائما يصير هنا والعدد الكتلي هنا. من تشوف هذا الرقم هنا على اليمنا، معناته انه ذني ذرتين من النيتروجين. ذرتين من النيتروجين شوف انا ما كاتب لك العدد الذري على يسار على اليمين هو عدد الذرات المجتمعه يعني من شوف هيك معناته هذا جزئي اجي ل h ذرتين نفس العنصر صار عندي H2 الاو اكثر من اثنين عادي يصير هذا الاوزون واحده اثنين ثلاث نجي للجزيء الثاني الجزئي المركب يتكون من ارتباط ذرات عناصر مختلفه يعني مو زواج قرايب زواج غرب يعني اكسجين وذرتين هيدروجين سوى عندي الماء الـ H2O طلاب الجزيء العنصري يتكون من ارتباط نوع واحد من ذرات العناصر الجزيء المركب يتكون من ارتباط ذرات عناصر مختلفه هذا زواج قرايب وهذا زواج غرب وصلنا وياكم لاخر موضوعين بهذا الدرس أول موضوع هو النظار. شنو يعني النظار؟ هو مصطلح كيميائي يعبر عن نوع من العناصر الكيميائية التي تتشابه في العدد الذري، تتشابه في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. ليش؟ هنا يجيك تعليل. الجواب: لاختلافها، فيها في عدد النيوترونات التي تمتلكها. احنا ندري العدد الذري ما عندنا مشكله به يساوي عدد البروتونات ويساوي الالكترونات زين الاختلاف وين راح يصير عندك؟ حيصير بالعدد الكتلي، العدد الكتلي شنو هو؟ نعرف انه العدد الكتلي ما لكم دخل خلاص العدد الكتلي يساوي العدد الذري زائد عدد النيوترونات هنا الطامة الكبرى بالنظارة هنا الاختلاف صاير بعدد النيوترونات. بعدد النيوترونات، يعني هلا اعطيكم اياه مثال هسه ارسم لكم اياه الاختلاف اللي صار هنا وين قلنا؟ بعدد النيوترونات. عندك الهيدروجين عند الكترون واحد وبوتون واحد بدون نيوترون. شوف النظارة مالته، صار عنده هنا عدد كتلي ثابت، الاختلاف وين؟ عدد النيوترونات، عدد النيوترونات يعني هاي النواة بها بروتون واحد، بها إلكترون واحد، خوش حتي؟ هاي النظارة مالته شنو؟ بالي، بها بروتون واحد، نيوترون واحد، إلكترون واحد، النظير الثاني. بالي، بروتون واحد، نيوترون، نيوترون، اثنين عندي نيوترون صارن. الكترون واحد. نظير الثالث. بروتون واحد، نيوترون، نيوترون، نيوترون. الكترون واحد. شفت الاختلاف وين صاير؟ بعدد النيوترونات. هنا يصير عندي اختلاف بعدد النيوترونات. نجي كذلك عندك ثاني عنصر الا وهو الكربون عدد الكتل 12 عدد الذره 6 شوف عدد الذره شلون ثابت 6 6 6 اختلافه كون صار عدد الكتل 12 13 14 ليش لان يعني عدد النيوترونات جاي يزداد عدد النيوترونات جاي يزداد واضح ان شاء الله هي هاي النظره الكتله الذريه عليك تحفظ تعريفه معدل مجموع الكتل الذريه للنظائر هذا تعمق الكتل الذريه راح يجيك بالفصل بالصف الرابع علمي حاليا انت مطلوب بس الكتل الذريه معدل مجموع الكتل الذريه للنظائر وصلنا وياكم طلاب النهاية درسنا درس الثاني بالفصل الثاني الايون والجزيء شكرا جزيلا ان تابعتوني وشكرا لكم ان وصلتوا الى هاي المرحله فاريد منك تكافئ روحك يا ما تطلع تشرب شاي تشرب حليب بس أهم شيء رفع راحك شوي آهلا وسهلا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almergah.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة